نروح لتاريخ المواجهات بين الأهلي والإسماعيلي. الأهلي التقى بالنادي الإسماعيلي 115 مرة، 115 لقاء بين الأهلي والإسماعيلي. الأهلي كسب 59 مباراة، والإسماعيلي كسب 22 مباراة، وحصل التعادل ما بينهم 34 مباراة. الأهلي سجل في الإسماعيلي 168 هدف، واستقبل من النادي الإسماعيلي 84 هدف. هداف الأهلي في مبارياته مع الإسماعيلي صالح سليم وأحمد مكاوي 10 أهداف. هداف الإسماعيلي لاعب عظيم كان اسمه عوض عبد الرحمن 5 أهداف. أكبر انتصار للأهلي كان 8-1 على الإسماعيلي موسم 57-58. أكبر انتصار للإسماعيلي كان 4-1 موسم 63-64. الموسم اللي فات أو السنة اللي فاتت الدور الأول 1-1 والدور الثاني 1-1. ده تاريخ اللقاءات. خليني بقى في إطار الثقافة الرياضية أقول لكم أبرز 5 مواجهات بين الأهلي والإسماعيلي. خلي بالك لقاءات الأهلي والإسماعيلي في مرات كثيرة كانت تحدد بطل الدوري العام. هعرض لكم دلوقتي بالصوت والصورة أبرز 5 مواجهات بين الأهلي والإسماعيلي. نبدأ أولا سنة 1967 اللي كنت جايب لكم لقطات من شوية دي. دي المواجهة اللي احنا اخترناها النهاردة. دي كانت في 7 إبريل 67 الإسماعيلي حقق الفوز على الأهلي بالدوري بضرب الجزاء في الدقيقة 40 بعد ما لمس الكابتن ميمي الشربيني الكرة بإيده. دخل الكابتن علي أبو جريشة وسجل الهدف الوحيد. الأهلي وقتها كان بيمتلك 30 نقطة والإسماعيلي 31، وكانت المباراة دي نقطة التحول في فوز الإسماعيلي لأول مرة في تاريخه ببطولة الدوري العام موسم 66-67. يعني هذه المباراة ذهبت بدرع الدوري العام إلى قلعة الدراويش موسم 66-67. هدف المباراة الوحيد أحرزه الكابتن علي أبو جريشة بعد أن لمس الكابتن ميمي الشربيني الكرة بيده داخل منطقة الجزاء. نروح للمواجهة الأخرى موسم 90-91. كنا على موعد مع مباراة فاصلة بين الأهلي والإسماعيلي لتحديد لقب الدوري. أقيمت المباراة بملعب غزل المحلة. نجح الدراويش للمرة الثانية في اقتناس درع الدوري العام بثنائية نظيفة سجلهما عاطف عبد العزيز وبشير عبد الصمد. انفراد لبشير وبشير يحطها ويحط جول 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 بشير عبد الصمد. بتقلل من معنويات الفرقة اللي قدامه، لازم طبعا يضغطوا أكتر شوية. محمد عبد الله وطويله من احمد فتحي وهو جول وهو جول وهو جول وهو جول هوبا وهو جول والهدف الاول للنادي الاسماعيلي. الله الله عليك يا بركات، لعيب كبير كبير كبير. حلوه 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 يا بركات. ضربه حره مباشر بصوره على حسام غالي. حسام غالي ارضيه وخدها مره ثانيه. حسام في اتجاه احمد بلال بيلم احمد بيلم احمد هوبا وهو جول. الله الله عليك يا بلال. الله الله بوس الخاتم براحتك يا ابني. حلوه 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 حلوه. اربعه اصفر جوه وبركات وعرضيه عاليه وحلوه هوبا والهدف الثاني والهدف الثاني. ايه الراس دي؟ ايه الجمال ده؟ حلوه 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 لفاروق على يمينه لسيد، سيد بيشوط بالعرض قصده يشوط في الجون طبعا لمحمد عماره لا يرفع وعاليه وملفوفه وحلوه هوبا والهدف الثاني. ايه ده؟ ايه ده يا فاروق؟ الله الله عليك يا فاروق. الله الله عليك يا محمد يا فاروق. واسلام الشاطر وهوبا جوه جول. الله 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 عليك يا اسلام. حلوه 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 حلوه. علاء عايز يخش لجوه ودخل علاء ودخل علاء ودخل علاء وبالعرض وهوبا والهدف الثالث والهدف الثالث والفتى الذهبي والدبله الذهبيه. الصفاره وداخل علاء وهوبا وهو جول. ارتدى ثوب الاجاده من اول ما نزل هوبا وهو جول. الله 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 عليك يا ولد يا لعيب.
حلوه حلوه حلوه، عطيه صابر باعصاب من حديد. دي طبعا كانت 2001 2002، دول كده دوري عام، في مباراتين فاصلتين على بطوله الدوري العام. واحده منهم كانت سنه 93 94، مباراه فاصله لتحديد بطل الدوري العام. الاهلي نجح في التتويج باللقب بعد الفوز 4-3 على الاسماعيلي في مباراه فاصله رائعه في الاسكندريه. رمضان المتعلق، عد ايمن شوقي وحطها في سعفان الصغير، الجول الرابع. احمد رزق، احمد رزق يرد ضاع شوفير وعماد سليمان، وجول 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 وفكري واحمد رزق والجول الثاني، وبشير ويكمل وفي القائم تيجي وجول 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 الاسماعيلي. دي المباراة الفاصلة الثانية 2008-2009 مع مانيو جوزيه، أهلي وإسماعيلي، كانت مواجهة لتحديد بطل المسابقة ليتوج أبطال القلعة الحمراء بالدرع بهدف نظيف برأسية فلافيو. دي كده يعني لقطات تثقيفية وتذكيرية لأنه اللقاء بتاع بكرة لقاء حلو إن شاء الله نتمتع بيه كلنا بإذن الله.